قول إمام عادل. وقول إمام الإمامة العظمى والولاية الكبرى تثبت بواحد من أمور أربعة، الإمامة تثبت شرعا بواحد من أمور أربعة. أولا إجماع أهل الحل والعقد على اختيار صالح لها، فإذا أجمع أهل الحل والعقد على اختيار صالح لها ثبتت إمامته كإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنها كانت بإجماع من الصحابة رضي الله عنهم لما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني مما تثبت به الإمامة العهد من الخليفة قبله بأن يقول إذا مت فالذي يتولى الإمامة بعدي أو الملك بعدي فلان، كإمامة أبي بكر الصديق، كإمامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنها كانت بعهد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولهذا لما طعن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وهو على فراش موته قيل له يا أمير المؤمنين ألا تستخلف لنا، يعني ألا تجعل لنا خليفة، فقال رضي الله عنه إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث مما تثبت به الإمامة أن يجعل الإمام الأمر شورى في أناس معينين بأن يقول إذا مت فاختاروا من هؤلاء، كما صنع عمر رضي الله عنه لما قيل له ألا تستخلف لنا جعل الأمر شورى في العشرة المبشرين من الجنة فاختاروا عثمان بن عفان رضي الله عنه. الأمر الرابع مما تثبت به الإمامة القهر والغلبة، فإذا قهر وغلب واستتب له الأمر فإنه يكون خليفة ويكون إماما ولا يجوز الخروج عليه، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي، تأمر يعني جعل نفسه أميرا. هذه الأمور التي تحصل بها الإمامة.